أعمل في محل بقالة وأداوم 17 ساعة، هل علي من حرج إذا اشتريت بضاعة من مالي الخاص وبعتها في البقالة بحيث تكون أرباح ما أشتري خاصا بي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، علما بأنني آخذ راتبا ضعيفا ومصاريف في الشهر أكثر من 400 ريال تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلت أيها الأخ السائل أسيرا عند شخص تبيع في محله بضائعه، فإن المحل يعتبر خاصا به، والوقت أيضا يعتبر خاصا به، وليس لك إلا راتبك في مقابل عملك حسب ما اتفقتما عليه. فإذا سمح لك بأن تبيع بعض البضائع الخاصة بك فلا بأس بذلك، لأن الأمر راجع إليه. إذا سمح لك بالوقت وسمح لك بالمحل فهذا راجع إليه، أما إذا لم يسمح فإنه لا يجوز لك أن تستغل محله، تستغل الوقت في عملك الخاص وأنت أجير عنده. جزاكم الله خيرا.